سؤال ثلاثة، إذا كانت النقاط ألف إحداثياتها سين واحد سين زائد واحد وصاد ناقص واحد، ب إحداثياتها سين زائد اثنين وخمسة، ميم نص وأربعة، وكانت النقطة ميم نقطة منتصف القطعة المستقيمة ألف باء، فما قيمة كل من سين وصاد؟ نعمل سكتش أو شيء رسمة صغيرة عشان نفهم إيش الشكل. هي القطعة المستقيمة ألف باء، إذا هاي ألف وهاي باء، ولازم أتخيل مين اللي بدي أعمل عليها القانون، وميم هي المنتصف، ميم هي نقطة المنتصف. إذا هون راح نقول إنه الإحداث السيني اللي هو سين زائد واحد، أيوة، زائد إحداث السيني اللي هو سين زائد اثنين تقسيم اثنين، المفروض يطلع الجواب يساوي نص، اللي هو الإحداث السيني للنقطة ميم. إذا هي عبارة عن اثنين سين زائد ثلاث على اثنين يساوي نص. لاحظ المقامين متساويين، إذا البسطين متساويين بدون ما عمل ضرب تبادلي. إذا اثنين سين زائد ثلاث يساوي واحد، إذا اثنين سين يساوي سالب اثنين، ومنها سين تساوي سالب واحد. نفس الشيء بالنسبة للصادات، نأخذ الإحداث الصادي اللي هو صاد ناقص واحد، بنجمع له خمسة اللي هو الإحداث الصادي هون، تقسيم اثنين المفروض يطلع جواب أربعة، نضرب تبادلي، إذا صاد زائد أربعة يساوي ثمانية، ومنها صاد تساوي أربعة. هذا السؤال بيكون نحل على الآخر. يلا السؤال الرابع، إذا كانت النقاط ألف إحداث سين تربيع واثنين، باء إحداث سين تربيع زائد اثنين، وصاد تربيع زائد صاد، وميم هي نقطة المنتصف، فبدي أطلع قيم الممكنة لسين وصاد. إذا نفس الفكرة أو نفس المبدأ السابق، بأخذ الإحداث السيني هون اللي هو سين تربيع، وبجمعه مع الإحداث السيني اللي هو سين تربيع زائد اثنين، وبقسمه على اثنين، المفروض يطلع الجواب اثنين. إذا اثنين سين تربيع زائد اثنين يساوي أربعة، ضربنا تبادلي، إذا اثنين سين تربيع يساوي اثنين، ومنها سين تربيع تساوي واحد، ومنها سين تساوي زائد أو ناقص واحد، لما أخذنا الجذر التربيعي بتأخذ زائد أو ناقص. نفس المبدأ راح أسوي مع الإيش الإحداثيات الصادية أو اللي هو المسقط الصادي، راح يكون هنا اثنين وهنا صاد تربيع زائد اثنين، إذا اثنين زائد صاد تربيع زائد صاد الكل على اثنين، المفروض يطلع أربعة، إذا صاد تربيع بس برتب فيها ترتيب، زائد اثنين يساوي ثمانية، ضرب تبادلي، إذا صاد تربيع زائد صاد ناقص ستة يساوي صفر، لأنه لما نطرح ثمانية من الطرفين حلل بيطلع لنا صاد ناقص ثلاث أو زائد ثلاث، آسف، في صاد ناقص اثنين، ومنها صاد تساوي سالب ثلاث أو صاد تساوي اثنين. هيك بكون نحل السؤال. هذا السؤال اللي مر علينا في بداية الدرس سؤال زيه، وبدنا نعرف إحداثيات المنتصف، فهذا بتركه لكم تحلوه لوحدكم. وعلى فكرة إيش، بس أنا بعطيكم نقطة واحدة بس، اعتبر هذا محور الصادات، اعتبر هذا محور السينات، اعتبر هاي النقطة صفر وصفر. إيش إحداثيات النقطة باء في هاي الحالة؟ إحنا مشينا سين 11 وطلعنا صادي 4، إذا هاي 11 و4. يلا نطلع إحداثيات النقطة ألف، يلا هون مشينا 11، هيك لعند هون مشينا كم؟ خلينا نقطعها هاي نشوف كم راح نمشي. أيوة بدنا نعرف من هون لهون كم مشينا، كويس، وهيك مشينا 6 كلها 40. يلا 11 و6 17، 40 ناقص 17 10 فيها 3 23، إذا هاي 23، إذا هيك مشينا 23 و11 34، إذا هاي إحداثيات راح يكون 34 و، يلا الصاد هون مشينا هيك كم؟ هيك لعند هون مشينا 4، هاي 4 هيك، وهون 8، 84 12، 30 ناقص 12 30 ناقص 12 18، إذا هاي 18 و4 22، إذا 34 و22. إذا نجيب إحداثيات نقطة المنتصف للنقطتين ألف وباء اللي صرنا عارفين إحداثياتهم، بحدد لك موقعها بكل دقة وبمنتهى السهولة.